إذا سافرت خارج بلدي وأقمت واستقريت في إحدى المدن خارج مدينتي والتي تبعد عنها بمسافة قصر، ثم أردت زيارة منطقتي الأصلية لمدة قصيرة قد لا تتجاوز 4 أيام، فهل يجوز لي قصر الصلاة خلال إقامتي في بلدي الأصلي هذه المدة القصيرة والتي أنوي السفر بعدها إلى حيث أسكن وأعمل خارجها؟ إذا سافرت من بلدك إلى بلد آخر واستوطنته واستقرت فيه نعم. استيطانا دائما وتركت بلدك تركا نهائيا، ثم قدر أنك سافرت من محل إقامتك واستيطانك إلى بلدك الأصلي لا لأجل الرجوع والاستقرار فيه وإنما لغرض من الأغراض ومررت به عابرا في سفرك، هذا فيه تفصيل. إن كان فيه زوجة لك مستقرة فإنه يجب عليك الإتمام، نعم. لأنك حينئذ تكون من أهل هذا البلد بوجود زوجتك المستقرة والساكنة فيه. أما إذا لم يكن لك فيه زوجة وليس لك فيه أهل وإنما مررت به عابرا ثم ترجع إلى محل إقامتك واستقرارك فإنك تقصر الصلاة لأن لك حكم المسافرين، إلا إذا نويت إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يجب عليك الإتمام أيضا لأنك تأخذ حكم المقيمين. الله تعالى أعلم. لو لم يكن خروجه من هذا البلد خروجا نهائيا، إذا كان عفوا، وربما يعني بقي له بعض الأملاك أو بعض البيوت والأقارب أيضا يزورهم ربما في السنة مرة أو مرتين، فهل إقامته في حدود 4 أيام تعطيه حكم المسافر أو حكم المقيم؟ إذا كان له أهل في هذا البلد، له زوجة، زوجة ليس له زوجة، أو هو لم ينتقل من هذا البلد انتقالا نهائيا وإنما ذهب إلى غيره ذهابا عارضا لعمل من الأعمال ثم يرجع إلى موطنه واستقراره، هذا البلد هو محل إقامته فليس له أن يقصر فيه، لكن هو يذكر أنه رحل منه رحيلا نهائيا واستقر في موطن آخر فصار ذلك البلد الآخر هو بلد إقامته. نعم. أما إذا كان بالعكس موطن إقامته هو موطنه الأصلي وإنما ذهب إلى غيره لأجل عمل من الأعمال مؤقت ثم يرجع إلى بلده، هذا لا يعتبر مسافرا إذا جاء في بلده. نعم.